السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل. خلية الإعلام الحكومي. تعرض قناة البدعة إلى عمل تخريبي. تعلن خلية الإعلام الحكومي أن تعرض قناة البدعة، القناة الناقلة للمياه لمحافظة البصرة، من قبل مجموعة من المتجاوزين على القانون، وبالتزامن مع ذكرى 10 من محرم الحرام بحدود الساعة 1 بعد منتصف ليلة أمس، حيث أقدم المتجاوزون على كسر أكتاف القناة ضمن 9 كيلومتر. وتشير الخلية إلى أن الهدف من العملية التخريبية حرمان أهالي محافظة البصرة من المياه، إلا أن القوات الأمنية البطلة المرابطة على القناة أقدمت على إلقاء القبض على المنفذين، وتمكنت ملاكات وزارة الموارد المائية الذين يعملون على مدار الساعة جاهدين من إصلاح العارض وإعادة القناة إلى وضعها الطبيعي وضخ المياه وإيصالها إلى كافة مستحقيها في المحافظة. وتضيف الخلية أن السيد وزير الموارد المائية المهندس مهدي رشيد الحمداني وجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين، مطالبا القضاء العراقي باتخاذ أقصى العقوبات بحقهم. خلية الإعلام الحكومي 9 آب 2022.